فيما إذا كانت نشرة مسرحية بشراكة مع منتدى فيدراليات حكومة كندا، لكن تزامن العمل الفني اللي هو كان مسرحية مع جائحة ديال كورونا وإغلاق المسارح وقاعات العرض، اضطرينا أن نغيروا من الشكل ديال العمل وحولناه لشريط قصير. إلى قصة قصير. طيب نعيمة، يعني من أين فكرة ماشي سهل ترويجه. إيه، من أين فكرة؟ هو مشروع نساء رائدات، مشروع يمتد على مدى 4 سنوات بشراكة دائما مع منتدى الفيدراليات حكومة كندا. مسرح الأكواريوم قدم هذا البرنامج مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الأعمال المسرحية، أنجو فوسيتي إلى غير ذلك. ودائما كان الهدف هو تسليط الضوء على الريادة النسائية. فهذا الفيلم القصير ما هو إلا حلقة مكملة للبرنامج الكامل اللي كتشتغل فيه الأكواريوم ومجموعة ديال الجمعيات الأخرى في هذا الموضوع. طيب، يعني اليوم نتحدث عن فيلم قصير مبني على قصة ثنائية هي الطبيبة سهام وزوج هذه الطبيبة. من خلال أحداث الفيلم نشعر بنوع من المنافسة بين الطرفين بسبب انخراطهما في المعركة الانتخابية. بطلة وبطل فيلمك نعيمة مغربيان، لكنهما قد يذكران ربما بقصص شركاء وأزواج من عالم السياسة في الغرب، في كل العالم يعني، هو في الغرب بشكل عام. هل لماذا اخترت أن تكون الحبكة هكذا؟ وهل استوحيت هذه القصة ربما من قصص أخرى موجودة في العالم؟ مثلا فرانسوا أولاند وسيغولين رويال مثلا. مثلا هي هذه المنافسة اللي يمكننا نقول عليها غير شريفة، هي ما كتكونش بين الزوجين أو الشريكين. هي ماشي غير في المجال الاقتصادي، غير المجال السياسي، كتكون حتى في المجال الفني، المجال الثقافي، المجال السياسي الاقتصادي إلى غير ذلك. لكن الأضواء في هذه المنافسة